السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة HBC، قناة الصحة والجمال. أهلا بكم ومرحبا في برنامجنا الجديد اسأل. طبعا تعودنا في قناة HBC، قناة الصحة والجمال، اللي احنا بنعرض مواضيع مهمة جدا من خلال برامجنا المتنوعة، وبنحاول ان احنا نغطي حاجات كتيرة جدا ممكن الإنسان أو المجتمع أو كل واحد مننا بيبقى عاوز يسأل ويعرف إجابات لهذه الأسئلة. عشان كده اخترنا عنوان لبرنامجنا الجديد اسأل، انت هتسأل واحنا من خلال برنامجنا هنجاوب على كل سؤال، سواء كان في الطب، سواء كان في الدين، سواء في الفتاوى. كل هذه الأشياء هيتم الإجابة عليها من خلال ضيوفنا اللي هيبقوا موجودين معانا، سواء من الأزهر الشريف أو من أوقاف، هيجاوبوا على الأسئلة اللي حضراتكم كلها عايزين تعرفوا إجابات ليها وبتدور في عقولكم وعايزين إجابات معينة ليها. النهاردة بنبتدي أولى حلقاتنا، وبيشرفني يكون معايا فضيلة الشيخ محمود هنداوي من علماء الأزهر الشريف وأمين لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف. أهلا بك مولانا. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. أنت بالصحة والسلامة يا أستاذ زين. مولانا النهاردة في برنامجنا أولى الحلقات، وبيشرفني أن أنت تكون معنا النهاردة في برنامجنا الجديد اسأل. هذه الأيام نعيش شعيرة من شعائر الإسلام، وهو ركن من أركان الإسلام وهو الحج، ركن عظيم جدا. كل الناس في هذه الأيام بتشتاق إلى أنها تذهب إلى الحج وتذهب إلى الوقوف بعرفات والطواف بالكعبة، ومشاعر روحانية ومشاعر جميلة جدا بيتمناها كل مسلم. نسأل الله العلي القدير أن يبلغنا الحج والوقوف بعرفة هذا العام. أمين. فقبل ما نبتدي بنشوف أن اشتياقي اللي أنا أكون في هذا المكان الطاهر مهم جدا، أن أنا عشان أستعد وأوصل لهذا المكان في أشياء كثيرة جدا يجب أن أنا أتبعها. من الأسئلة الشائعة اللي بتجينا على صفحتنا وأسئلة مهمة جدا في هذا التوقيت عن الحج، فكثير بيسأل من الأسئلة اللي جاينا أنواع الحج. ناس كتيرة جدا مش عارفة، هو يعرف إن هو الحج رايح يحج، طب أنواع الحج دي إيه؟ طلع إن هناك 3 أنواع للحج: حج قارن، متمتع، مفرد. هتوضح لنا في أول إجابة لحضرتك لينا عن هذا السؤال ما هي أنواع الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأمر الله عز وجل خليله إبراهيم بأن ينادي وأن يؤذن في الناس بالحج، فقال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالحج كما تفضلتم أنواعه 3. أول نوع وهو المشهور حج التمتع. ومعنى التمتع أي أن الحاج يذهب إلى المشاعر المقدسة ناويا العمرة، ثم يتحلل منها ويمكث في مكة بملابسه المخيطة إلى يوم التروية، وهو يوم 8 ذي الحجة. في يوم 8 ذي الحجة بيخلع ملابس المخيطة ويبدأ في ملابس الإحرام مرة أخرى ناويا الحج. إذن فهو حينما أتى ووفد إلى مكة أدى مناسك العمرة منفصلة بعيدة عن مناسك الحج. متمتعا يعني أدى المناسك الخاصة بالعمرة ثم تحلل من ملابس الإحرام ولبس الملابس المخيطة إلى يوم التروية. طب بس عشان نفسر برضو للسادة المشاهدين، إذن حج المتمتع بيذهب إلى العمرة، يؤدي العمرة فور وصوله إلى مكة، ثم بعد ذلك يتحلل من ملابس الإحرام. نعم، بعد أن يؤدي المناسك، بعد أن أدى المناسك ويمكث في مكانه إلى يوم 8
ايوه من ذي الحجه هو يوم الترويه يبتدي يلبس ملابس الاحرام تاني مرة أخرى. ويبتدي ينوي الحج. الحج نعم. ده حج التمتع. ده حج التمتع. وطبعا يعني بس حبينا ننوه عن مناسك العمره. أيوة. هي بسيطة جدا. أيوة. هي دخول الحاج أو المعتمر إلى البيت الحرام ويجعل الحجر الأسعد عن يساره ويلف أو يطوف عكس عقارب الساعة ويشير إلى الحجر الأسعد بيده. يكفي هذا لأنه قد يتعذر عليه الوصول إلى الحجر الأسعد لتقبيله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا حرج أن يشير إلى الحجر ملبيا في كل مرة من الطواف. الله سبعة أشواط يشير إلى الحجر. نعم نعم تمام. في كل مرة يصل إلى الحجر يشير إليه بيده ويكبر، ثم يبدأ الطواف يعني يطوف بالبيت الشوط الأول ثم الشوط الثاني ثم إلى أن ينتهي الشوط الثالث إلى أن يتم سبعة أشواط. تمام. بعد ذلك يصلي في مقام إبراهيم ركعتين ثم يسعى بين الصفا والمروة ويبدأ بما بدأ به الحق جل وعلا في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يلاحظ الطائف أيضا حينما يطوف حول الكعبة ألا يدخل من حجر إسماعيل لأن حجر إسماعيل يعتبر داخل الكعبة جزء من الكعبة. نعم. فيطوف بعيدا عن حجر إسماعيل لكي يكون طوافه صحيحا. تمام. بعد أن يؤدي الطواف حول الكعبة ثم يصلي ركعتين في مقام إبراهيم ثم يعني لو طبعا تمكن من شرب ماء زمزم بنية الشفاء أو بنية العلم أو بأي نية يعني ينويها الحاج أو المعتمر ويتضلع من ماء زمزم يعني يشرب منها حتى تمتلئ أضلاعه لأن ماء زمزم لما شرب له. ويبدأ كما قلنا بعد ذلك بالصفا ثم ينتهي بالمروة شوط لأن هناك بعض الناس يعني بيعتبر أن الشوط رايح وجاي ده شوط. لا هو شوط واحد صفا وبعد كده مروة من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة ومن إلى الصفا شوط إلى أن ينتهي سبعة أشواط إلى تنتهي إلى ينتهي طبعا بالمروة في النهاية. تمام. ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا فقال اللهم بارك للمحلقين اللهم بارك للمحلقين اللهم بارك للمحلقين. قيل والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. طيب. فدعا للمقصرين مرة ودعا للمحلقين ثلاثا. هنا انتهت مناسك العمرة. انتهت مناسك العمرة بالحلقة أو التقصير. يتحلل؟ بيتحلل. طيب هناخد أول اتصال ونرجع لحضرتك تاني. أستاذة إيمان اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ؟ اتفضلي معاكي فضيلة الشيخ اتفضلي. ماشي. أنا كان عندي سؤال بس كنت باجي أمسك المصحف وأقرأ فيه عادي بس أنا مشكلتي إن أنا مش بعرف أقرأ بالتجويد مظبوط يعني ممكن أقول الكلمة على طبيعتها. فحاولت ان انا اسمعها كتير من قنوات الدنيا اللي شغاله القران على طول برضك مش بعرف احفظها. تمام. فدي في مشكله يعني كمني مش عارفه التجويد والحاجات دي. انت وانت بتقراي في المصحف الشريف بتتعتعي فيه يعني بتبقى الكلمه بتبقى صعبه عليكي شاقه عليكي؟ ايوه ايوه ممكن اخد وقت على ما اقراها. تمام. طيب حاضر هجاوبك. ممكن اقرا وارجع لها تاني بحيث برضك ضميري ما يأنبنيش ان انا بقولها غلط بس برضك مش بعرف اوصل. حاضر هيجاوبك فضيلة الشيخ ويديك الإجابة واسمعيها واتبع الطريقة اللي هيقولك عليها. شكرا لاتصالك. فضيلة الشيخ إيمان بتقول اللي هي يعني بتيجي تقرأ وتتعتع في القراءة. نعم. وبتحاول ترجع للكلمة تاني نقول لها إيه الإجابة؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة الكرام البررة
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع به وهو عليه شاق له أجران. أجر القراءة لها أجرين. نعم، أجر القراءة وأجر المشقة في القراءة، بأنه يحاول جاهدا نفسه على أن يقرأ الكلمة صحيحة ويقرأ الآية صحيحة، فهذا له أجر عند الله تبارك وتعالى. فلا تلوم الأخت نفسها ولا تنزعج أبدا، بل إن الله تبارك وتعالى يضاعف لها الأجر إن شاء الله ويعلي قدرها إن شاء الله رب العالمين. وقارئ القرآن يأتي يوم القيامة فيقول الله تبارك وتعالى له: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تلوتها. فضلت الشيخ برضو تعليقا على سؤال المتصلة، هناك البعض يقرأ القرآن ويتتعتع، ولكن هناك وسوسة من الشيطان توسوس لها، يعني أنت قرأت، لا أنت مش قادر تقرأ، ما تحولش بقى تاني عشان أنت مش عارف تقرأ، ويبتدي يثبط من همته في تلاوة القرآن. يعمل إيه؟ هو عليه أن يستعين بالله عز وجل، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فالاستعاذة مهمة جدا في البداية حتى لا يأتي إبليس اللعين ويثبط كما تفضلت حضرتك من همة القارئ، أو أن يجعله يتشكك فيما يقرأ وأنه لا يثاب على ما يقرأ. كل هذه مداخل الشيطان حتى يفسد على المسلم حياته وثوابه الذي يناله. وحينما يرى إبليس اللعين الإنسان المسلم أو ابن آدم يرتقي بالقراءة ويحاول ويجاهد نفسه، يتحسر هو ويتألم حين كلما رأى المسلم في طاعة لله عز وجل. هناخد هبة ونرجع لحضرتك تاني. هبة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. سمعت أنا عاملة شهادة. طب حاولي تعلي صوتك شوية. عاملة وقفي في حتة فيها شبكة. حاولي تتواصلي معانا. ثلاث سنين. عاملة إيه؟ اللي هي عاملة شهادة استثمار اللي هي ثلاث سنين اللي تمام. هي بقى. تمام. عايزة نعرف الفوائد بتاعتها حرام أم لا؟ حاضر. في سؤال تاني؟ لا، ولو ينفع مثلا مقدمة الحاجة، عايزة نعرف الفوائد بتاعتها حرام ولا حلال؟ السؤال التاني ما سمعناه. طب حاولي، احنا خدنا السؤال الاولاني، حاولي تتصلي بينا تاني. شكرا يا هبه. فضلت الشيخ بتتكلم عن هي عامله شهاده استثمار محدده المده، فبتسال الفوائد اللي بتاخدها من شهاده الاستثمار حلال ولا حرام؟ والله ان كانت هناك ضروره تقتضي ذلك وليس لها دخل يعينها على المعيش فلا باس في ذلك. وقد افتى علماء واجلاء لهم قدرهم ولهم يعني ثقة لهم بين العلماء بأنه يجوز إن شاء الله ولا بأس في ذلك. طيب، على ما يأتي إلينا اتصال آخر حنرجع لموضوعنا ونتكلم عن، إحنا اتكلمنا عن حج التمتع. ما هو حج الإفراد أو المفرد؟ الذي أفرد الحج ولم ينوي معه عمره، هذا منذ لحظة نيته بالإحرام بالحج من بلده أو من الميقات الذي ارتدى فيه ملابس الإحرام، يظل بملابس الإحرام التي يلبسها إلى أن ينتهي من مناسك الحج ونزوله من جبل عرفات ومروره بالمشعر الحرام، ثم رمي جمرة العقبة الأولى ليلة يوم النحر، يوم الزوال، يوم النحر في وقت الزوال اللي هو يوم أول أيام عيد الأضحى، يرمي بجمرة العقبة الكبرى اللي هي سبع حصيات ويتحلل من ملابس الإحرام. لا يجوز له أن يتحلل من ملابس الإحرام هذا الذي نوى الحج والإفراد به دون أن يتمتع بالعمرة أو دون أن يقرن العمرة مع الحج، ونوى الحج فقط. فإذا هذا يظل بملابس الإحرام التي يلبسها اللي هي الإزار والرداء، حتى يظل بها حتى ينتهي من أداء مناسك الحج كاملة، ويتحلل بمجرد أن يرمي جمرة العقبة الكبرى أو يحلق أو يطوف طواف بأيهما بدأ؟ أي حاجة من الثلاثة دول. إما أن
يحلق يحلق أو يرمي أو يرمي جمرة العقبة الكبرى أو يطوف يوم النحر أو يطوف طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن. تمام. لذلك يحل له أن يتحلل من ملابس الإحرام. طب ناخد اتصال ونرجع لحضرتك. محمد اتفضل معانا. محمد موجود معانا؟ محمد محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وطي التلفزيون يا محمد واسمعني من التليفون. كنت بس محتاجه يعني اتصفح عن حاجه للاسف. طب عندي صوتك بس شويه ممكن؟ اه تمام معاك. انا اتفضل. كنت محتاجه ان انا اتصفح عن حاجه بس. اتفضل. يعني انا عندي بعيدا عن سياق اللي حضرتك بتتكلم فيه. اتفضل اتفضل. عندي مشاكل في بيتي. اهلي اهل مراتي مراتي نفسها تمام. وانا في شغلي دي بيقولوا احنا قلنا احنا زيدنا احنا. انا بس عايز اعرف يعني في الاخر انا بحاول ارد كل الاطراف. انا عايز اعرف بس ايه الواجب عليا ان انا اعمله بس مش اكتر. نفسي اعرف ايه الواجب عليا ان انا اعمله لان انا بصراحه يعني انا اسف متشتت بكل الاطراف. طب سؤال يا محمد ايه اللي انا عايز اعمله؟ محمد انت قاعد انت ومراتك قاعدين في بيت عيله؟ يعني حاجه زي كده. طيب انت ومراتك مستقلين في شقه لوحدكم يعني؟ الو ايوه تمام. اه طيب المشاكل بتجيلكم من بره ولا انتوا بتقولوا اللي بيحصل بينكم للناس؟ لا مفيش حاجه بتحصل بينا للناس بنحكيها اكيد يعني. طيب حاضر هيجاوبك فضيله الشيخ. احنا بنستفسر بس عشان نلم بالسؤال عشان نعرف نديك اجابه سليمه. تمام. شكرا لاتصالك يا محمد. حضرتك سمعت محمد مشكلته اللي هو يعني مش عارف يرضي يعني هي مشكله المشاكل دائما وابدا وخصوصا مع الشباب حديثي الزواج الذي لا يستطيع أن يوفق ما بين زوجته وبين أهله وهو في حيرة من أمره. يرضي من؟ على حساب مين؟ على حساب من؟ فهو الحقيقة وإن كان كيسا فطنا يستطيع بكل سلاسة أن يوفق الأوضاع بين أهله وبين زوجته. طبعا لا يأتي على زوجته من أجل أهله ولا يأتي على أهله من أجل زوجته. يعني لابد أن يكون وسطا بينهما. يعني يحاول قدر المستطاع أن يعني يعرف الزوجة طباع أهله طباع أمه طباع أبيه طباع إخوته إن كان له إخوة وأن يعني ينصحها لله عز وجل تتلطف معهم في المعاملة لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني يكلم الزوجة ويقول أنها يعني يجب أن تعاملي أمي كأمك وأن تكوني رفيقة بها أن تكوني رحيمة بها. أنت في يوم من الأيام ستكوني في موضعها ستكوني أما لأبنائك وأيضا سيكون عندك زوجات أبناء. ضعي مكانك نفسك مكان الأم أو الجدة وماذا ستصنعين لأن هذا يعني يعني كأس كل الناس يعني شاربه ودور سيأتي على كل إيه إنسان يعني. لابد أن يعني يعي المسلم أنه العجلة تدور أي. اليوم هو صغير وأب لأسرة صغيرة بعد ذلك سيكون جد ويكون جد لأسرة كبيرة فكيف يتعامل وكيف يوفق وكيف يعدل بين أحفاده وبين أبنائه. فلا بد أن يعني يتمرس الابن وهو في ويأخذ خبرات من المشاكل اللي بتحصل يعني في بداية حياته أن يكون متمرسا وأن يكون ذو حكمة ويستطيع أن يوفق بين أهله وزوجته. تمام. هناخد عبير ونرجع لحضرتك تاني. عبير اتفضلي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكلم فضيلة الشيخ لو سمحت. اتفضلي معاكي فضيلة الشيخ سؤال حضرتك. لو سمحت أنا خالي ما عندوش غير أختين يعني بنتين. فأمي وخالتي ده متوفيين وخالي لسه متوفي من فترة قصيرة يعني. فدلوقتي هو سايب بيت البيت ده كان بتاع جدي ابو امي وكده حاجه متعلقه بالميراث.
فخالتي وامي طبعا لهم ورث في البيت. فهو طبعا كان متجوز واحده وهو ما جابش اولاد وكده، وقبل ما يموت كتب لها نص البيت. معايا حضرتك؟ يعني خالك توفى ومتجوز واحده كتب لها نص البيت. كتب لها نص البيت واحنا المفروض لنا نص البيت، هو ليه النص واحنا لنا النص، هو كتب لها النص بتاعه. فدلوقتي احنا مثلا احنا عايزين ندور فلوس ونطلعها من البيت، لان البيت ما ينفعش ان حد يعني مش عايزين حد غريب يقعد فيه وكده. ايوه يعني ينفع، يعني مش عايزين نظلموها برضه. طب انتوا عرضتوا عليها مبلغ فلوس. عرضتوا عليها مبلغ فلوس وهي وافقت، ولا انتوا بتعملوا ده من نفسكم وهي مش موافقه؟ ولا هو عند ربنا ولا احنا عارضين عليها، فهي لسه ايه بتدور الموضوع في دماغها وكده. احنا برضه مش عايزين برضه من ناحيه ثانيه ان احنا نظلموها وكده. حاضر هيجاوبك فضيله الشيخ، شكرا لاتصالك. طب لو سمحتي بس معلش. اتفضلي. هو طبعا البيت فيه عفش وكده وحاجات وادوات كهربائيه وحاجات. تمام. طبعا الوفد ده هي هتاخد العفش كله ولا احنا هناخده فيه ولا ايه؟ حاضر هيجاوبك فضيله الشيخ، شكرا لاتصالك يا عبيد. فضيله الشيخ دي مساله مراس. نعم. وبتتكلم عن ام المتصله وخالتها توفى. والخال توفى. ومتجوز واحده كاتب لها نص البيت بتاعه، يعني الميراث بتاعه كاتبه لها. طيب هل هي هنا في نقطه طبعا مهمه جدا. هي ترث في النصف الاخر بتاع البيت بتاع الخال والبنتين؟ هو طبعا يعني هي المسألة من البداية خطأ. يعني الرجل أو الزوج لا يحق له أن يكتب بيع وشراء زي ما بيتداول بين الناس لأحد الورثة. لا، هي يعني له حق التصرف في ثلث فقط، يعني تلت ما يملك له حق أن يتصرف فيه ويهب لمن يشاء، لكن لا يحق له أن يعني يكتب نص البيت زي ما بتقول من أجل حرمان الآخرين من حقوقهم. ده أمر طبعا يحاسب عليه أمام الله عز وجل. أما عن المسألة التي بين أيدينا فهو ما وضحتش السائلة، هل الرجل ده اللي هو خالها كان عنده أولاد أم لا؟ لا يعني ما عندوش. يعني لا ما عندوش. هل هو مثلا لم ينجب؟ يبقى في هذه الحالة طبعا إذا كان له إخوة ذكور بيقدموا على الإناث. ولكن واضح طبعا ما فيش ذكور. يبقى في هذه الحالة المفروض إن الباقي اللي هو تبقى من أصل بأن أمر واقع دلوقتي هو باع بيع وشراء خلاص. فاصبح المتبقي هو نصف البيت. بيبقى ما بين الاختين متساويين، يعني الباقي يقتسموه معا. طب لكل واحده هم عاوزين يطلعوا مرات خالهم بيدوها مبلغ من المال وتطلع هي تسال في النقطه دي. الحاله دي بقى بيجي مثمن للبيت يعني ولو وافقت ماشي، مهندس مثلا او مقاول بيقدر البيت، بيقول البيت ده بعشر قروش، بيدولها نص التمن على اساس ان هي كده خلاص خدت حقها، والباقي يقتسموه سوا مع بعض. تمام. هناخد احمد ونرجع لحضرتك تاني. احمد اتفضل. استاذ احمد معانا اتصال؟ طب حاول تكلمنا تاني يا استاذ احمد. بنرجع تاني برضو، هي كانت بتتكلم بتقول العفش اللي موجود، الاثاث اللي موجود في البيت ده هيبقى نظامه يقسموه بينهم برضو. لو ان الزوجه لها قائمه منقولات كما يعني تعرف الناس على هذا الامر، تاخد الحاجات بتاعت قائمه المنقولات المكتوبه والمختومه او الممضي عليها او الموثقه، بتاخد ما يعني كان واردا بالقائم فقط، ما زاد على ذلك فليس من حقها. تمام. هننوه للساده المشاهدين ان شاء الله. احنا معانا فضيله الشيخ محمود هنداوي من علماء الازهر الشريف وامين لجنه الفتوى بالازهر. اي سؤال عايزين تسالوا فيه فضيله الشيخ معانا، التليفونات موجوده على الشاشه، اتصلوا هتلاقوا الاجابه من فضيله الشيخ محمود هنداوي.
فضيلة الشيخ، احنا اتكلمنا عن حج التمتع وحج المفرد، حج القران. نعم. انا مقرن، يعني ايه مقرن؟ الناس بتسمع الكلمه مش عارفه، يعني هل اقرنت شيء بشيء؟ نعم. اتفضل. هو القارن غالبا ياتي متاخرا الى المشاعر المقدسه. يعني بيصل يوم 7 ذي الحجه. أيوة. يوم 6 ذي الحجه. غالبا بيبقى متاخرا في الوصول الى مكه. فهو يعني يريد ان يعني ينال الحسنيين، الحج والعمر. ولكن الوقت ضيق لا يسعفه. فيعمل ايه؟ يقرن الحج مع العمره ويؤديهما بمناسك واحده. فيطوف طواف الافاضه اللي هو طواف الركن بنيه طواف العمره وطواف الافاضه، ويسعى كذلك بين الصفا والمروه بنيتين، نيه سعي الحج وسعي العمر. وبذلك يكون قد نال الحسنيين، اجر الحج واجر العمره، وفي هذه الحاله عليه هدي. عليه هدي. نعم. مثله كمثل المتمتع. زيه زي المتمتع. تمام. تمام. طيب هناخد اتصال ونرجع حضرتك. ناهد اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سمحت عايز اسال الشيخ سؤال. سؤال حضرتك اتفضلي يا فندم. لو سمحت، يعني انا امي كانت مطلقه من ابويا. وسابتني انا واختي منزل مساحته 42 متر. ماشي؟ ماشي. وبعدين ايه؟ سابته لي انا واختي، يعني. انا واختي منزل مقاسه 42 متر. وبعدين انا كان معايا قرشين، فاختي يعني ايه انا اشتريتي من اختك. بقى البيت بتاعي. تمام. فهل انا يعني لو سجلته باسم اولاد بنات، 3 بنات، هيبقى كده حرام عليا؟ طيب حاضر، هيجاوبك فضيله الشيخ، اسمعينا وهتسمعي الاجابه من فضيله الشيخ. شكرا لاتصالك. فضيله الشيخ، هنطلع فاصل قصير ونرجع تاني لحضرتك. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود اليكم بعد قليل. خليكم معانا، منتظرين اسئلتكم، اوعوا تروحوا في اي حته. وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي، هذه أنوار حروف المصحف. وفؤادي ذاق شهد الأحرف. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، مشاهدي قناة الصحة والجمال اتش بي سي، وبرنامجنا أولى حلقات برنامج اسأل. بيشرفني وجود فضيلة الشيخ محمود هنداوي، أمين لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. قبل الفاصل كان معانا اتصال، وبتسأل المتصلة عن إن هي عن معاها بيت ورثته من أبوها وأمها، وهذا البيت بحوالي 42 متر، وليها أخت اشترت من إخواتها البيت، بقى أصبح النصيب ليها في البيت كله. هي عاوزة تبيع البيت أو تكتب البيت ده باسم بناتها، عايزة تكتب البيت باسم بناتها. هنسمع الإجابة من فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ المتصلة قبل الفاصل قالت اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي. تمام. وهي عايزة تكتب البيت باسم بناتها. ده بيرجعني السؤال ده، بقرنه بسؤال آخر، بما ان احنا بنكرم في الحج، ففي سؤال آخر هنكرم بيه، وهو من عنده مال او عنده عقار وعنده بنات، عنده بنتين مثلا. نعم. وبنيجي نشوف ان هو البنتين دول بيروح جاي يقولك لا انا هكتب البيت او الشقة دي للبنات عشان ما حدش يخش يدخل او يرث معاهم في هذا، او الفلوس اللي في البنك دي للبنات عشان ما حدش يدخل يرث مع البنات في حاجه. اللي بيعمل الامر ده مشابه للامر اللي عايزه تعمله الاستاذه ناهد عشان تكتب البيت لاولادها. راي الدين فيما يفعل ده ايه؟ هو طبعا يعني الله تبارك وتعالى شرع في كتابه العزيز وبين بما لا يدع مجالا للشك. فيجب أن نقول لله تبارك وتعالى سمعنا وأطعنا، ولا نقول سمعنا وعصينا. فالله تبارك وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال أيضا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذن فالله تبارك وتعالى حفظ للأبناء حقوقهم، وحفظ أيضا للبنات حقوقهن.
فلما نعدل على تشريع الله تبارك وتعالى؟ أنا حينما أكتب للبنات نص البيت أو نص التركة أو نص ما أملك خوفا أن أحد أن يرث أحد آخر، أنا بذلك أعدل على شرع الله، ولا يعجبني ما شرعه الله تبارك وتعالى، وهذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. إنما ينبغي على المسلم إذا أراد أن يخص أحد من الورثة بشيء يخصه في حدود الثلث حال حياته، يعني هنا تكون هبة. بالضبط كده. يعطي من أراد أن يعطيه ثلث التركة ولا يزيد عن ذلك، ومع ذلك سيرث أيضا فيما تبقى. يعني في التلتين اللي هيتبقى البنات هيرثوا ليهم التلتين. البنات دائما وأبدا إن زادوا عن واحدة لها النص، واثنين ليهم التلتين أو ثلاثة ليهم التلتين. يعني هياخدوا نصيب الأسد. فلما التعديل؟ صح. ولما الافتراء على الله سبحانه وتعالى، مع إن ربنا سبحانه وتعالى سيسألك يوم القيامة لما غيرت ولما بدلت، لما لم ترضى بحكمي؟ فالله سائلك يوم القيامة، ولن ينفعك ولدك ولن تنفعك بناتك من تركت لهم هذا المال. خدت بحضرتك ازاي؟ ناخد اتصال ونرجع لحضرتك تاني. خديجة اتفضلي. خديجة معانا؟ خديجة في اتصال؟ ايوه. اتفضلي يا فندم. عايز اسألك على سؤال. اتفضلي. انا عندي جوز متجوز عليا، وهو جه فرض بينا في كل حاجه. انا عندي يعني انا حق نتكلم على حق وحق عيالي، ولا لا انسيب على الله وخلاص؟ طب عيدي سؤالك تاني. هو متجوز عليكي؟ ايوه. وهو جه فرض بينا في كل حاجه، في المصروف وفي المرجل الشرعي وفي المشي والجاي ودفع الفلوس وكل حاجه. داير فينا ما دي فينا فرق، يعني هو بيدفع لها اكتر مني، يبعد عندها اكتر مني، بيجيب لها حاجه اكتر مني، كل والمصروف البيت اكتر مني، وهي نفر واحد وانا معايا ست، وانا معايا ست عيال. انت معاكي الاولاد وهي الزوجه الثانيه؟ طيب. وكده انت شايفه ان هو بينفق في البيت الثاني اكتر من البيت الاول؟ ايوه. في جميع الحقوق يعني؟ بجميع الحقوق، بجميع من حقوق اللي عطيه لنا ربنا. تمام. بس انا يعني انا ليا حق اتكلم دافع على نفسي، ولا نسيبها بيني وبين الله وبس. طب انت اتكلمتي معاه؟ اتكلمت معاه وكده، وزعلت منه ومفيش فايده يعني، وحيرت عليه وكده، ما جبتش منه خالص. بس انا خايفه نفسي نبقى انا غلطانه، يعني ما نقول يعني ما نتكلم، لازم نتكلم على حقي، والله لازم نسيبه بيني وبين الله وخلاص. طيب حاضر، هيجاوبك فضيلة الشيخ يا مدام خديجة، واسمعي الإجابة وإن شاء الله ربنا يكرمك ويهدهولك كده إن شاء الله ويوفق بينكم إن شاء الله. شكرا لاتصالك. طبعا الزوجة بتقول إن هو مدي الحقوق كلها للبيت الثاني ومقل في الحقوق في البيت الأول. نقول للزوج إيه؟ احنا بنقول له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء إحدى شقيه مائل يوم القيامة. يعني يأتي يوم القيامة إحدى شقيه مائل بسبب عدم العدل بين الزوجتين. إنما ينبغي أن يكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، كان صلى الله عليه وسلم عادلا بين زوجاته جميعا. وحينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبب في مرض موته صلى الله عليه وسلم استأذنهم جميعا بعد أن جمعهم، واستأذنهم أن يطبب في حجرة عائشة، وأذن له يعني نساءه وافقوا أن هو يطبب ويعالج في بيت السيدة عائشة. هذا ما فعلمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المسلم قاسطا يعني عادلا في كل شؤون حياته. وهذه المرأة التي ظلمها وتركها ولم يعطيها حقها وحرمها من حقوقها سيسأل عن ذلك يوم القيامة، سيسأل عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى، ولن تنفعه الأخرى. فلذلك ينبغي أن يفيق ويعود إلى رشده. ونقول للأخت السائلة: اتقي الله تبارك وتعالى،
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومعنى ذلك أنه حينما يعصي الله فيك فأطيع الله فيه، أعطيه حقه كاملا حتى لا تسألي أمام الله سبحانه وتعالى. الله يفتح عليك. هناخد اتصال. هناء اتفضلي. هناء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت عندي سؤالين. اتفضلي. لو سمعت أول سؤال، يعني حكم الواحد يعني يصوم العشر الأواخر وهو يعني مخاصم، يعني واخد ركن من أهل جوزه. العشر الأوائل، العشر الأوائل بقى قصدك. الأواخر يعني الأوائل، أيوه من ذي الحجة. طيب ماشي. فهو ربنا كده يتقبلهم مع إن هم يعني ظلموا الواحد، يعني مالوش كلمة حق فيهم والواحد مجتنبهم. يعني أنت بتتكلمي يعني على إنك تصومي العشر الأوائل؟ لا انا بطوبهم، بس انا حاسه ان ربنا مش هيتقبلهم مني لان انا قطع صله الرحم باهل جوزي. تمام. فالواحد مش مرتاح من ناحيتها، ومنها جاي علينا عيد الاضحى دي، لازم نقول ان بنتجمع وانا واخده مش عايزه اروح، والواحد تعبان بصراحه من الحته دي. طيب. لان هما بيسيبوا لي في العيد كل حاجه اللي اعملها، يعني ازاي اعمل اكل وانا مش متقبله منهم، اعمل كيف في الاكل بايدي وهم ياكلوه، فانا بقول ربنا يسامحني. ولا انا عشان انا من جوايا فعلا شايله منهم، مش عارفه. يعني انت بتعملي الاكل، بس بتعمليه اكل كويس حلو يعني وهم بياكلوه ولا لا؟ لا احنا في العيد الكبير يعني الواجب بتسيب لي المسؤوليه بتاع العيد كله. تمام. مسلوقه بلحمه بتنظيف بكله، يعني خش هي خلاص عمان يا ما لحد اليوم لاخر تفضل يعني. فانا مش قابله حتى اعمل الاكل، يعني من جوايا قدام ربنا انا مش قابله اعمل اكل، هبقى اعملها حتى من غير النفس، لان انا فعلا شايله منها، لان انا عشت معاها 13 سنه عمري ما رحت عند اهلي زعلانه، وجيت في وقت الحق ما لقيتش فيها حق. حاضر. وقفت مع ابنها في وقت موقف كان المفروض تقول فيها كلمه حق. طيب ماشي. سؤالك الثاني ايه؟ سؤالك الثاني. سؤالي الثاني يعني حكم الست اللي خربت بالست وكلت من بيتها عش وملح. طيب. حاضر. ادعي عليها بقى مع ان هي متجوزه وحرام عليها. ما تدعيش على حد، بس اسمع الاجابه. لا بدعي والله، من عشان كده بقول لك يا شيخ انا حاسه هصوم وربنا مش هيتقبل مني. لا ان شاء الله. بدعي عليها كل لحظه اقول له ربنا ان شاء الله العيش والملح اللي كلته من بيتي ربنا ينتقم منها زي ما قلبت في عيشتي كده. لا قولي ان شاء الله ربنا هيكرمك وتصوم ان شاء الله وتقرا القران كده. انا حاسه ان انا كده صيامي مش هيتقبل ولا قراءه القران ولا ذكر الله. لا هيتقبل ان شاء الله منك. بس هي الست دي قلبت في عيشتي، هي سبب في النكد في كل حته كده، مع اهلي، لا مع اهلي جوزي اللي انا امهرت على جوزي بقى هم باعوني وقفوا جربنهم. طيب حاضر، هيجاوبك فضيله الشيخ، اسمعي منه الاجابه بس ما تدعيش على حد. شكرا لاتصالك. فضيلة الشيخ، واضح ان جواها حزن شديد جدا من حد ما، يعني عامل معاها موقف مأثر عليها جدا. وبالنسبة لأهل الزوج ان هي بتروح لهم ومش عايزة تروح لانه بيحطوا في ليلة العيد بقى او ايام العيد هي اللي بتشيل الليلة زي ما بنقول يعني. فنقول لها ايه؟ طبعا احنا بنقول لها جزاك الله خيرا، ربنا بارك فيك، ولولا حبهم لك ما اكلوا من يدك. ولولا انهم يعني يستطعمون ما طعامك. يعني ما لسه بقول لها اكيد بتعمل لهم اكل كويس. ده اكيد على انك انت شاطره في بيتك وانسانه كويسه وانسانه بتعملي بحب، فما تجيش في الاخر وتهدي اللي انت عملتيه الخير اللي بتعمليه ده، يعني من صله طيبه ومن عمل خير. اما اللي هي خانتها على ما سمعت يعني، ان الله لا يهدي كيد الخائنين. ثقي تماما ان الله تبارك وتعالى يعني يعين المستضعف والمظلوم، والله سبحانه وتعالى يعني يكيد للظالم كما كاد لاخيه في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى هو القادر على ان يعني ياتي بحقك، ولكن قولي اذا اردت حسبي الله ونعم الوكيل، لان من قال هذه العبارة جاءت بعدها على طول الآية فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تمام. ناخد اتصال. خديجة اتفضلي. معانا خديجة. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا عم الشيخ، لو سمحت يا عم الشيخ، انا ابوي ساب لنا بيت وليه اخواتي صبيان اثنين وهم واحنا ثلاث بنات. اخواتي كلهم كل واحد عنده شقه وكتب لنا الشقه لنا احنا الثلاث بنات.
وهم دلوقتي عايزين يعني ياخدوا منها كده ويقولوا نجوز فيها عيالنا، هل يبقى حرام علينا لما ما نرضاش نديها لهم ولا لا؟ يعني ابوكي سايب لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قالت السؤال والسلام عليكم. طب اتفضل. طبعا بالنسبه لي دايما الذكور للاسف ياتوا على البنات على حقوق البنات، وده طبعا شيء حرمه الله تبارك وتعالى، ويجب على الابن البار بابيه والبار بامه والبار باخواته ان يكون عادلا. انت اخذت حقك كفى، لا تجور على حقوق اخواتك البنات، ولكن اعطيهم اعطيهن حقهن، واذا اردت ان تنال منهم شيء اعطيهم الثمن. يعني انت عايز تاخد الشقه دي تجوز فيها ابنك، قول لها خدي الشقه دي بتقدر ب 30,000 ب 40,000 بمليون ب 2 مليون، اتفضلي حقك اهوت زي ما ربنا سبحانه وتعالى اوجبه ليكي، وزي ما الثمن شغال او السعر شغال في المنطقه دي او في البلد دي بنبيع بسعر السوق يبقى انا هديكي حقك ودي تنزلي لي عن الشقه ده في حاله لو هم وافقوا. بالظبط كده. ولا يجبروا على ذلك. لا يجبروا على ذلك، ولكن تخير الاخت او الاخوات بان هم ياخدوا الفلوس او الثمن ويتنازلوا عن الشقه او الشقتين او حقهم في البيت وهكذا. بكده يبقى احنا يعني حققنا عدل الله تبارك وتعالى في الارض. اما اذا جار الاخ على اخته وظلمها فانه بذلك عرض نفسه لغضب الله وسخطه، ولا ينبغي عليه ان يجبرها على ذلك. او ان يبخس حقها، الشقه تبقى ب 100,000 الا لا، ما هي ما تساويش غير 50 النص بالنص. لا طبعا لا يجوز طبعا لا يجوز، ولا تبخسوا الناس ايه اشياءهم. طب ناخد رزق. اتفضل يا استاذ رزق. رزق معانا استاذ رزق اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت حضرتك انا مطلق. الو معاك يا فندم اتفضل. بقول لك انا مطلق. اتفضل. وحضرتك معايا معايا ولد، معايا طفل عنده 6 سنين. فدلوقتي والدته سالت عليه مره واحده بس بقى لنا سنه. فوالدته سالت عليه مره واحده بس ان هي عايزه تشوفه، وانا بظروف شغلي ما عرفتش ان انا اوديه لها. تمام. ومن بعد كده ما رنتش ولا اتصلت بيه تاني ولا قالت الواد ولا كلام من ده. ولا الواد بيقول حتى مثلا انا عايز اشوف والدته ولا كده. فهل ده ممكن يبقى حرام؟ انا يعني بكلمه بقول له عايز تروح روح. الواد يقول لي لا انا مش رايح. فهل ده يبقى حرام ولا اعمل ايه بالظبط؟ طيب الام متزوجه؟ متزوجه. طيب حاضر هيجاوبك فضيلة الشيخ، خليك معانا هنطلع فاصل وهنجاوب لك ان شاء الله على سؤالك. شكرا لاتصالك يا فندم. فاصل قصير اعزائي المشاهدين ويرجع ليكم بعد قليل، خليكم معانا وبرنامج اسال اوعوا تروحوا في اي حته. هذه انوار في حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه الصحه والجمال اتش بي سي واولى حلقات برنامج اسال. وكان قبل الفاصل معانا سؤال من الاستاذ رزق، وبيقول ان هو مطلق وعنده ابن عنده 6 سنوات، والزوجه حاولت في يوم الايام قريبا من حوالي عام ان هي تتصل تشوف ابنها، ولكن لظروف الزوج ما قدرش ان هو يوريها الولد، والى الان الولد هي ما طلبتش تشوفه، اضافه لانه بيعرض على الولد انه يروح يزور امه والولد رافض. فبيقول هو هل هو مذنب في ذلك، وحكم هذه الام يعمل ايه معاها؟ فضلت الشيخ سمعنا السؤال، وهنا الام يعني هي تزوجت باخر، والام هنا الابن بقى والعلاقه بين الام والابن، هل هذا يؤثر على الاطفال في الصغر في النشاه والتربيه عندما لا يرى امه وهو في هذه المرحله، ثم ياتي بعد ذلك الى عقوق الوالدين، يؤدي ذلك الى عقوق الوالدين بعد ذلك؟ طبعا. اتفضل. هو طبعا يعني الولد في صغره حرم من حنان امه ومن عطفها ومن سؤالها عنه، وكان يجب على هذه الام
ألا تجافي ولدها بهذا الشكل وتتركه هذه العوامل الكثيرة دون سؤال ودون أن تتفقد حاله أو أن تسأل عن أحواله. لكن هذا يعني رحمة حرمت منها هذه الأم، ولكن لا ينبغي على الزوج أن يقابل هذه القسوة بقسوة أشد مثلها، ولكن ينبغي أن يحنن الولد على أمه وأن يحاول جاهدا معه، حتى وإن كان الولد رافض لابد أن يعني يساعده على أن يكون حنونا، على أن يكون بارا بأمه، لأن هذا سيكون في ميزان حسناته يوم القيامة. وعليه أيضا أن يكرر على الابن وأن يلح عليه في السؤال عن أمه، لأنها قد تحتاجه عندما يتقدم بها العمر وتكبر. فيعني لا يقابل الإساءة بالإساءة، وهذه هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أن أعفو عمن ظلمني وأعطي من حرمني وأصل من قطعني. شكرا لحضرتك. هناخد أسماء ونرجع لحضرتك. أسماء اتفضلي. ألو. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزة أسأل حضرتك. اتفضلي يا فندم. ولو أنا وجوزي مثلا قاعدين نتكلم وهو بيقول لي أنت لو زعقتي مثلا بعد كده هقول لك أنت طالق، بس هو مش كلمته طلاق، يعني هو بيقول لي بعد كده لو عملتي حاجة أنا هقول لك أنت طالق. فالحاجة دي بس عملتش وهو ما قالش، يبقى كده ده يعتبر طلاق ولا تنفيذ ولا ده يعتبر إيه؟ بس هو مش كلمته طلاق. طب نستفسر بس منك قبل ما يجاوب فضيلة الشيخ، أنت بتبقى قاعدة أنت وجوزك حصل موقف معين بيقول لك لو عملتي الحاجة دي تاني هقول لك أنت طالق. بس هو ده الموقف اللي بيحصل بينكم. يعني هو بيقول كلمتين في طالق ده على سبيل الحكايه، يعني يقول لي بعد كده بقى لما بساله بيقول لي انا بحكي لك لما يحصل كذا فهقول بقى كذا. هيقول بيقول لك هقول انت طالق، ولكن ما قالش انت طالق. لا بيقول لي طيب. هقول لك بعد كده لو عملت كده هقول لك انت طالق. طب يا اسماء ما تعملولوش حاجه تاني بقى تزعله، خلي بالك. والله ده هو وقت الغضب بس هو بيتكلم. ما تخلوش يغضب، ما تخلوش يغضب تاني. ان شاء الله. واسمع الاجابه من فضيله الشيخ. شكرا لاتصالك. طبعا اسماء بتقول هي يعني لما بيغضب بيقول لها ما تعمليش كده لحسن هقول انت طالق. ايوه. طب اسماء بتخليه يغضب نقول ايه؟ لا هو يعني على سبيل زي ما هي قالت التهديد على اساس ان هي لا يرى منها الا ما يحبه. ايوه. هو يعني بيحاول ان هو يضغط عليها بحيث ان هي لا يصدر منها الا كل خير. فهو يعني وان كان يعني الاسلوب بتاعه اسلوب يعني جديد شويه، واسلوب ما يصحش ان هو يهددها بالطلاق، لان الحياه الزوجيه لازم تكون مبنيه على الموده والرحمه. ميثاق غليظ. يعني انما تبقى عايشين كده على زي ما بيقولوا كده في مهب الريح، اي شيء ممكن يهد كيان الأسرة طبعا لا يجوز. فلابد على الزوج أن يلاطف زوجته وأن يكلمها وأن يحاورها وأن يجادلها بالحسنى. وكذلك على الزوجة وده مهم جدا ألا تعانده وألا تأتي بالشيء الذي حذرها منه، بل ينبغي أن تكون له ملاطفة وتقول له لا أنت لن ترى مني إلا كل خير، وانت احسن راجل في الدنيا وانت وانت وانت، ويعني ترفع من قدره ومن شأنه. فالرجل حينما يرى ذلك من زوجته ويرى هذا الكلام طيب فاعتقد انه لن يعني يصدر منه شيء يغضبها او شيء يزعجها، بالعكس. فيعني اربا بكل امرأة مسلمة ان تكون زوجة صالحة مطيعة لزوجها، ولا تستمع إلى من ينادي بأن الزوجة لابد أن تكون ندا قويا لزوجها. ما تسمعيش كلامه يقول لك كلمة لا ترد عليه. لا طبعا هذه دعوة إلى الفساد والإفساد. تمام. إنما ينبغي على الزوجة أن تكون لطيفة وأن تكون مطيعة، فخير متاع الدنيا المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإن غبت عنها حفظتك. هذه سمات المرأة الصالحة.
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فينبغي على الزوجة ألا تجعل ما يقوله الزوج زريعة لكي تكون عاصية له ومخالفة لأمره. طيب ناخد نادية. نادية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك انا كنت تعبانه وكنت عامله عمليه في رجلي وكده، وكنت نفسي ان انا اخس قوي، فندرت ندرت يعني ولا اكتر من ندر، ومش قادره ان انا اوفي بالندر بتاعي. يعني ندرت ان انا اصوم ومش قادره ان انا اصوم، ندرت ان انا اطلع حاجات لله ماديا ومش قادره، ومش عارفه اعمل ايه. وبصراحه ضميري مقلبني وخايفه، وحاجات قلت مش هعملها وبقيت اعملها، فمش عارفه اعمل ايه. يعني انت كل ما تندري ندر ما بتوفيش بيه زي ما بنقول كده. ما وفيتش بيه. ومش عارفه اعمل ايه، دي حاجه مخوفاني او وحاجه محسساني بالذنب. طب تاني مره ما تحاوليش يعني تقولي هعمل وحاجات الا لما تكوني متيقنه بالشيء. اسمع الاجابه من فضيله الشيخ يا استاذه وناديه وهيقول لك. حاضر. شكرا شكرا. السلام عليكم. شكرا لك. فضيله الشيخ بتقول انا بنوي كتير او بعمل نذر كثير، بقول نويت ان من كذا وكذا، وهي القدره الماليه لا تستطيع او بيحصل ظرف ان هي ما بتوفيش بهذا النذر. ماذا تفعل؟ يعني هو يقول الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فمن نذر نذرا ولم يستطع أن يوفي بهذا النذر لقلة الماء أو لعدم استطاعته بالوفاء، فعليه في هذه الحال أن يصوم ثلاثة أيام. يصوم عوضا عن هذا النذر الذي لم يستطع الوفاء به. مثلا لو خفيت هذبح مثلا خروف أو هفرق مش عارف فول نابت مثلا أو يعني الشيء اللي انت تقدر تعمليه انذريه، والتي والشيء الذي لا تستطيعي أن توفي به فلا تنذريه. فمن نظر نظر وكان عنده فعلا القدرة ولكن ضيق ذات اليد والظروف لم تمكنه من الوفاء أو حالة بينه وبين الوفاء، يبقى في هذه الحالة عليه أن يصوم ثلاثة أيام. طب فضيلة الشيخ الثلاث أيام اللي هيصومهم متفرقين؟ لا متتاليين. لازم يكونوا متتاليين. متتاليين. عشان ممكن واحد يقول لك طب أنا هصوم ثلاث أيام هصوم اثنين وخميس. لا لازم يكونوا متتاليين. صيام الوفاء بالنذر يكون متتاليين. وحتى وإن كان وفاء بالحلف، يعني واحد حلف على شيء وما برضو يصوم ثلاث أيام مثلا، إذا كان بيصوم ثلاث أيام ثلاثة أيام بدل عن اليمين. عن اليمين اليمين الذي هو أحنث به. لازم يكونوا ثلاث أيام متصلين متتالية. تمام. تفضلت الشيخ. طبعا الأسئلة اللي بتجينا في مواضيع شتى، وده اللي بيخلينا بنروح على الميراث وبنرجع لل تبقى الحلقة أثرية الزوجية. يعني إن شاء الله. طيب حلقة يعني متميزة بكثرة الأسئلة. معنا اتصال. طيب حضرتك لما بنرجع تاني للموضوع حلقتنا بنشوف ان كل واحد حاج او كل امرأة ستذهب للحج هذا العام، ماذا يجب على الحاج او الحاجة ان يفعله قبل مغادرة الوطن؟ تفضل. طبعا بالنسبة للحاج هو يعني ذاهب الى المشاعر المقدسة لأداء فريضة مهمة جدا، فريضة تجب ما كان قبلها من الذنوب والخطايا والمعاصي، يعني بتمحي كل الذنوب والمعاصي اللي كانت قبل الحج. وهو ذاهب إلى هذه الأماكن لابد وأن يكون في ضميره أيضا أنه قد لا يعود، يعني قد يقضى عليه أمر الله ويلقى الله تبارك وتعالى. وما أجمل أن يلقى العبد ربه تبارك وتعالى وهو يؤدي مناسك الحج. ورأينا الرجل الذي كان على ناقته حينما كان يحج فوقصته الناقة فوقع من فوقها فمات وهو يرتدي ملابس الإحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللي هو الإزار والرضا، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله الله. يعني يبعث يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك. فعلى المسلم أو على المسلمة الذي نوى الحج هذا العام أن يفض الخصومات والنزاعات التي بينه أولا وبين أقاربه وأصدقائه وجيرانه ومن له صلة بهم،
لابد أن يفض هذه المنازعات فورا حتى وإن كانوا هم مخطئون في حقه. ينبغي عليه أن يبادر بالصلح وأن يبادر بالعفو حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وصدره وقلبه نقي. كذلك أيضا لابد وأن يرد الأمانات والديون أو يكلف من أحد آخر بسداد هذه من الديون. أهله من أبنائه من إخوانه من يسد عنه دينه إذا قضى الله سبحانه وتعالى أمره وتوفي في هذا الحج. يبقى لابد على المسلم أن يفض زي ما قلنا النزاعات والخصومات وأن يسد الديون وأن يذهب إلى الله تبارك وتعالى بقلب طاهر. إذن لابد أن تكون براءة للذمة. طبعا يعني لابد أن يكون قلبه نقي لا يحمل حقدا ولا كرها ولا بغضا لأحد ويذهب إلى هذه الأماكن ويؤدي المناسك. فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. دكتور الشيخ محمود أنا بشكرك وإن شاء الله يعني كنت سعيد إن أول حلقات برنامج اسأل كنت حضرتك موجود معنا على أمل وعد أن تجدد اللقاء مع حضرتك قريبا إن شاء الله. شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال HBC على أمل وعد أن يتجدد اللقاء معكم في حلقات أخرى من برنامج اسأل. منتظرين أسئلتكم على صفحة القناة. أي حد عنده سؤال اكتب سؤالك وإحنا هنجاوب لك في برنامجنا اسأل. على أمل وعد أن أتجدد معكم اللقاء. كان معكم هاني فرماوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.